السلام عليكم، معكم أحمد، تابعوا معي. إذن في هذا الفيديو سنتعلم كيفية إيجاد ثابت زمن في الوحدة الثالثة ثنائي القطب RC أو ثنائي القطب RL. لدينا الطريقة الأولى باستعمال المماس في اللحظة تساوي الصفر، أما بالنسبة إلى الطريقة الثانية باستعمال طريقة 0.63 أو 0.73 أو 0.37. 63 من القيمة الأعظمية أو هذه الأولى. بالنسبة الثانية هي 0.37 من القيمة الأعظمية بالنسبة لهذه الطريقة 0.63 من القيمة الأعظمية، لما يكون المنحنى يتطور، يعني تطور المنحنى بالنسبة إلى طريقة 0.37 من القيمة الأعظمية وهي تناقص المنحنى ولكن في هذه الطريقتين، بالنسبة للطريقة الأولى والطريقة الثانية، ما هي الطريقة الأكثر دقة وما هي الطريقة الأقل دقة؟ الطريقة الأولى وهي الأقل دقة، يعني غير دقيقة، بالنسبة للطريقة الثانية وهي الدقيقة. وأنا أنصح التلاميذ أنهم لما في سواء في البكالوريا أو الاختبارات أو أي شيء، لما يرسم لك منحنى يعني تطور أو تناقص، لما يرسم لك هذاك المماس في اللحظة دي تساوي الصفر، تقدر تعين بالمماس. ولكن إذا ما رسمش المماس، أنا ننصحك لازم تستعمل طريقة 0.63 من القيمة الأعظمية أو 0.73 من القيمة الأعظمية، يعني هنا يتطور وهنا تناقص. إذن نجي نشرح الطريقة الأولى وهي رسم المماس في اللحظة تي تساوي الصفر إذا كاين واحد السؤال يجي دائما تابع معه وهو ألف بين أن المماس في اللحظة تي تساوي الصفر يقطع محور الأزمنة في اللحظة تي تساوي إلى طو هذه بالنسبة إلى ثابت الزمن، يعني لما تصيبوا رسم لك مماس في المنحنى تاعك، يقول لك بين أن هذاك المماس في اللحظة تي تساوي الصفر يقطع محور الأزمنة في اللحظة تي تساوي طو. يعني على سبيل المثال، لو كان نأخذ كمثال تطور التوتر بين طرفي المكثفة يعني العبارة تاعها تكون راهي نعرفوها، يعني العبارة تاعها هي او واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو. وهذه العبارة اللحظية الرسم تاعها يكون هاك على هذا الشكل، هذا هو المنحنى، يعني هاكا هذه او سي تي، وهنا هي عبارة عن تي بالسكوند، وهنا هي بالفولت هنرسم منحنى تطور. هذا النظام الدائم او، هنا يرسم مماس في اللحظة تي تساوي الصفر، هذا مماس في اللحظة تي تساوي الصفر، هذا مماس، هذه تي تساوي إلى هنايا سموها تي يعني بين أن المماس في اللحظة تي تساوي الصفر يقطع محور الأزمنة في اللحظة تي تساوي طو. دائما نديرو حاضنتين ونسمي هنا هندسيا وهنا نظريا، يعني في جميع المنحنيات في الوحدة الثالثة، في جميع المنحنيات سواء كنا في المكثفة أو الوشيعة، دائما لما يطرح عليك هذا السؤال دائما نبينه بهندسيا ونظريا. هندسيا هي الرياضيات، ونظريا هي اشتقاق تعويض إلى آخره.
فهم هذا يعني هندسيا واش معناتها هندسيا باستعمال التوجنكت الفا توجنكت الفا ونظريا يعني واش معناتها نظريا نظريا لان المماس في اللحظه تي تساوي الصفر هو عباره عن اشتقاق مفهوم هذا لانه في الرياضيات في الرياضيات الاشتقاق في الرياضيات الاشتقاق هي عباره عن مشتقه في فاصله معينه على سبيل المثال اكس يساوي 1 اكس يساوي 2 يعني ما مهم فاصله معينه بالنسبه الى الفيزياء هي مشتق العباره اللحظيه مشتق العباره اللحظيه ونعوضوها باللحظه تي تساوي الصفر لان المماس راه مرسوم في اللحظه تي تساوي الى الصفر اذا نجي لهنايا العباره اللحظيه تاع اس يعني قادر يمدلك لهنا عباره لحظيه تاع اليتي تاع الوشيعه تاع المقاومه ما يهمناش احنا المهم نشوفه يعني خطه العمل خطه العمل فهم هذا انا عطيت مثال كالتوتر بين طرفين المكثفه عند شحن المكثفه فهم هذا اذا ميل المماس يكون طالع الى الاعلى هندسيا توجنت الفا صحيح نظريا هو اشتقاق هذه العباره اللحظيه عند اللحظه تي تساوي الصفر لما نشتقها نعوض تي تساوي الصفر فنجد المماس القيمه تاعو في اللحظه تي تساوي الى الصفر اذا نشتق هذه العباره دي او سي على دي تي ونعوضها باللحظه تي تساوي الى الصفر كيفاش انا نشتقو الاشتقاق يعني هنا نصحك فهم قبل ما تشتق يجب ان تنشر او تنشر او لكي يسهل عليك عمليه الاشتقاق اذا العباره اللحظيه تساوي الى او ناقص او اكسبونسيال ناقص تي على طول اذا لما نشتق هذه العباره يعني هذه دي او سي على دي تي المشتق تاع او يساوي الى الصفر المشتق تاع ناقص او اكسبونسيال ناقص تي على طول حنا تكلمنا في الفيديو السابق انه دائما في الوحده الثالثه الاشتقاق تاع الاكسبونسيال ناقص تي على طول ما هو الا ناقص واحد على طول يعني هذاك تي يقعد كيما راه ونهبطو ناقص واحد على طول فهم هذا دائما هذه في الوحده الثالثه دائما نهبطو ناقص واحد على طول اذا يولي ناقص واحد على طول والناقص هذا يولي زائدا واحد عفوا او على طول اكسبونسيال ناقص تي على طول ثم نعوض باللحظه تي تساوي الصفر لان المماس راه في اللحظه تي تساوي الى الصفر اكسبونسيال ناقص صفر على طول ما هو الا اكسبونسيال صفر والاكسبونسيال صفر ما هو الا واحد والواحد عنصر حيادي اذا او على طول يعني هذا في الاشتقاق العباره اللحظيه عند اللحظه تي تساوي الصفر ما هو الا او على طول ثم نعود الى توجنت الفا توجنت الفا ما هو الا المقابل على المجاور حاجه سهله مقابل على المجاور اذا نروح الى المقابل لانه توجنت الفا يساوي السينوس على الكوسينوس والسينوس على الكوسينوس ما هو الا المقابل على المجاور اذا توجنت الفا بالنسبه لهذا المماس ما هي الا هذه الميل او هذه الزاويه عفوا توجنت الفا ميل المماس هو توجنت الفا يعني هذا هو اذا توجنت الفا يساوي المقابل على المجاور المقابل هي القيمه العظاميه هذه هي او بالنسبه لهذه هي تي لان سمينا هذه تي سميناها الى تي المماس يقطع محور الازمنه في اللحظه تي المماس يقطع محور الازمنه في اللحظه تي واش معناتها يعني المماس في اللحظه تي تساوي الصفر يقطع المحور الدائم هذا المحور الدائم الاسقاط تاع هذه النقطه هي تي فهم هذا هي تي اذا او على تي هذه نسميها رقم واحد هذه نسميها رقم اثنين نديرو بمطابقه واحد واثنين ها بمطابقه واحد واثنان نجد واش نجد نجد ان او على تي يساوي الى او على طو اذا او مع او تختزل تبقى واحد على تي تساوي واحد على طو ومنه طو يساوي الى تي فهم هذا هذه بالنسبه الى تعيين طو يعني اشياء سهله يعني كل العبارات اللحظيه في الوحده الثالثه سواء عند الوشيعه سواء عند المكثفه نستعمل هندسيا ونظريا لتعيين طو ان شاء الله انكم استفدتم من هذا الفيديو وانتظرونا في فيديو اخر.